اذا كان حدا بدنا بريد يقول انه الزمن والتاريخ مرتبطين ببعض، ولكن الناس لا تذكر الزمن، تذكر التاريخ. والزمن يتحول لتاريخ عندما تقرر الاحداث الهامه الكبرى بالعالم ان تحول الزمن الى تاريخ. يعني نحن نقول قبل الميلاد، قبل ميلاد السيد المسيح وبعد ميلاد السيد المسيح، نقول قبل نزول الوحي على سيدنا رسول الله وبعد نزول الوحي. التاريخ ليس نفسه قبل وبعد. نقول الوضع السياسي قبل سقوط الاتحاد السوفيتي وبعده، بين الحربين العالميتين وهكذا. أعتقد مع تحرير حلب سنقول الوضع ليس فقط السوري وليس فقط الإقليمي، بل أيضا الدولي، قبل تحرير حلب وبعد تحرير حلب. هنا تحول الزمن إلى تاريخ. حلب تحول الزمن إلى تاريخ. حلب، الشعب الحلبي بصموده، الجيش العربي السوري بهدوءه وبشجاعته وبتضحيته، وكل مواطن سوري وقف مع حلب ووقف مع بلده ووقف مع وطنه ووقف مع الحرب. هذا بحد ذاته تاريخ يرسم الآن أكبر من كلمة مبروك. الكل عم يبارك للكل، وكل مواقع التواصل الاجتماعي تعبر عن كلمة مبروك. لا أريد أن أكرر هذه الكلمة، أردت أن أؤكد على أن ما يحصل اليوم هو كتابة تاريخ يكتبه كل مواطن سوري. لم تبدأ كتابته اليوم، بدأت من حوالي 6 سنوات عندما بدأت الأزمة والحرب على سوريا.